أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف عن استدعاء اللاعب أسامة شيتا من طرف الناخب الوطني جمال بالماضي من أجل الالتحاق بتربص المنتخب بسيدي موسى، ذلك تحسبا للمواجهتين أمام كل من أوغندا بالكاميرون وودية تونس بعنابة، التحق شيتا بكل من محيوس بالبوط لوسيف وسندين بالعيد من اتحاد العاصمة، ويأتي استدعاء شيتا بالموازاة مع إصابة الفكتور لك حل.